力って感じ。Compared to the previous VR headsets that I've played with, this one's by far the best. التجربة كانت رهيبة لما كنت أسوق أحس إني قاعد أسوق في الواقع مرة حلوة أحس تعلمت السواقة أكثر هنا. It was so comfortable and so light. That's the main thing I love. It was so light. أكثر حاجة عجبتني في اللعبة كأنها حقيقية بالضبط. كل حاجة كأنها حقيقي 360 درجة بص يمين شمال الخبطة بتصدمك في السيارة كأنها بتصدمك بجد بصراحة رهيبة. يا مو It was really real. اللعبة جدا حماس تعيشك الواقع فمرة شكرا. PlayStation.